رئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته باليمن والبركات، وعلى مملكة البحرين والأمة الإسلامية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار. بعدها أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية، وافتتحه بالنيابة عن جلالة العاهل المفدى سموه يوم الاثنين الماضي، موجها صاحب السمو الملكي ولي العهد الشكر والتقدير للدول المشاركة والعارضين في هذا المحفل الصناعي العسكري. وأثنى سموه على المشاركة الفاعلة للصناعة العسكرية الوطنية في هذا المعرض وعلى الجهود المبذولة لتطويرها. بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء دراسة تقييمية عن واقع العدوى المصاحبة للمستشفيات في مستشفى السلمانية الطبي، وأن يتم ذلك بالاستعانة بمختصين وخبرات فنية دولية. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: أولا، أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة البحرينية في تحقيق المنجزات المختلفة للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، ووجه سموه بمواصلة دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، لكل ما من شأنه استمرار تقدم المرأة في كافة المجالات. وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة باتخاذ التدابير وتطبيق الموازنات التي تلبي احتياجات المرأة على المستوى الحكومي وتضمن المحافظة على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بشكل متساو، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2017-2018 الذي أوصت به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأعده المجلس الأعلى للمرأة وعرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. ووجه المجلس إلى عرضه على اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير المذكور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وقد بيّنت نتائج التقرير ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 60% في عام 2016 إلى 64% لمتوسط الفترة من 2017 وحتى 2018، وارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في المجالات النوعية من 64% في عام 2016 إلى 68% لمتوسط الفترة ذاتها، فيما ارتفعت مؤشرات الأداء المؤسسي من 56% إلى 59% خلال ذات الفترة المشار إليها.
ثالثا وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة على الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني، موجها سموه إلى الإسراع في ترسية المشاريع وضمان تنفيذها وفق الجدول المرسوم لها ماليا وزمنيا، وذلك في إطار متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع الحكومية التي تشرف عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ثلاث قطاعات هي الطرق والصرف الصحي والبناء، وذلك من خلال التقرير الذي رفعه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والذي أظهر زيادة في المشاريع قيد التنفيذ في عام 2019 بنسبة 194% مقارنة مع العام 2018، وتضاعف عدد المشاريع قيد التنفيذ أكثر من مرتين، حيث طرحت في العام 2018 ما مجموعه 50 مشروعا بكلفة 126 مليون دينار مقارنة ب 115 مشروعا بكلفة 371 مليون دينار في العام 2019. رابعا، بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد استعرض المجلس في هذا الصدد مرئيات وتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حيث قرر استكمال بحثه في الجلسة المقبلة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل واستحداث 4 لجان، وقرر الموافقة على 4 مشروعات قرارات في هذا الخصوص بناء على اقتراح بين المجلس الأعلى للصحة. الأول مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج في الخارج، والثاني مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، والثالث مشروع قرار بإنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي، والرابع مشروع قرار بإنشاء وتشكيل لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي. سادسا، بحث مجلس الوزراء سن قانون وطني للفضاء ينظم كل ما يتعلق بالفضاء وتطبيقاته، ويلبي التطلعات الوطنية المستقبلية، ويتناسب مع المتغيرات الدولية لما تشكله التقنيات الفضائية من أهمية في البنى التحتية الحديثة، خاصة في ظل انضمام مملكة البحرين لمعاهدتين دوليتين في مجال الفضاء. وكلف مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بإعداد مسودة مشروع قانون وطني للفضاء، وذلك في ضوء المذكرة المعروضة من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. سابعا، وافق مجلس الوزراء على تأسيس مكتب لمنظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين لتعزيز ودعم التعاون بين المملكة وهذه المنظمة العالمية، وتفعيل الاتفاقية الأساسية الموقعة بينهما بشأن توفير المساعدة الاستشارية الفنية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة. ثامنا، تابع مجلس الوزراء 94 مشروعا تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الشباب والرياضة لتنفيذ المبادئ الواردة في برنامج الحكومة والأولويات والمبادرات التي تكفل الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية وتؤمن البيئة الداعمة لها، وذلك من خلال إنشاء وتطوير ودعم وتوفير الاحتياجات للبنى التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية في مختلف مناطق المملكة، منها 62 مشروعا قيد التنفيذ إلى جانب 32 مشروعا تم إنجازها، والتي عرضها سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بخصوص تدريس لغة الإشارة لطلبة المدارس. وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علما بنتائج منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، والذي تم على هامشه توقيع عقد مع الشركة الاستشارية المنفذة لمشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين الشقيقتين، والذي عرضه سعادة وزير المواصلات والاتصالات. فيما أخذ المجلس علما بنتائج اجتماع لجنة وزراء الصحة
الدولي مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام 82 لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط مؤخرا والذي عرضته سعادة وزيرة الصحة.